السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحبور صحاب، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله رب العالمين. فيديو جديد في نهار جديد، ماشي في نهار جديد، في نفس النهار فاش غسل الطوموبيل. المهم راكم تما. المهم خوتي وخواتاتي، هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله مريم صونات علينا، قالت لنا راني جايه وموجده. ديك المفاجاه اللي كانت قالت لكم حقا ما تهضروش معايا، ما تهضروش معايا لانها ولات برجوازيه ولاباس عليها وشرات شي لعيبه ما عرفناش شنو هي هذه اللعيبه هذه. المهم حنا غنكتشفوا معكم وانتم تكتشفوا معنا وغادي نشوفوا شنو هي هذه الحاجه. مريم راجيه خلي معكم وفاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبوب الصحاب، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ربي العالمين. تما كتشوفوا الفيديو كيف بقيتوا واش كتعاودوا؟ مبروك عواشركم ان شاء الله هذا الشهر الماضي يدخل لكم بالخير والبركه. دخلها غير باش تعرفوا هذه وفاء راه لقيتها كتحلم بها البارح. الله يسلمك طول العمر ان شاء الله. كملي كملي. واليوم ان شاء الله غتجي عندنا مريم، دابا راه جايه عندنا في الطريق، جابه الحديد ديالها الواعر. شحال وعدتكم به باش تشوفوه؟ وحنا يا خوتي بغينا شي واحد حديد. دابا قالت شوشرات عاد نشوفو حنا واش بيكالا واش الطوموبيل ما عرفناش شنو كاين. المهم خلي معكم سي سفيان. اختي مريم راه جايه هادشي اللي كاين حنا سنسينا. واش انت ما ديتش حنا سفيان شي طلب عندك؟ غندير 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 والله غادي ندير. فهمتيني انا مع تنورك بزاف تنخاف هادشي اللي مخليني ما نديرش والله العظيم. وسما يلا قول لهم شنو نتايا. تشيراكم وي السلام عليكم. برافو. السلام عليكم. قولوا السلام عليكم. قولوا السلام عليكم. السلام عليكم. بخير عليكم وسام. راه شو ضرب الترابو وسام فاش كيحشم وسام. المهم خوتي وخواتاتي بقاو معنا لما وصلت مريم وحنا معكم. مريم وصلت في الطريق صورات علينا، راه قالت لي راني جايه راني حدا الدار، قالت لي ولكن وقعت لي واحد الكارثه انا جايه راه قربات نضربوا الطلاله. راه تكون سمعت بعدا الصوت ديال الروايض، شي روايض كيدور. اش هذا؟ واش الموطور شريتيه باش تهزيه ولا باش يهزيه؟ باش يهزيه؟ انا وليت نحملو باش يدير لي الحماله. واش اختي مريم ماشي مخرجه؟ طحبيا امك وما سولتو عليا ما خرجتو تقلبوا عليا ما عرفتش شحال ديال الوقت. اش هذا؟ حنا قلنا مريم راه تكون جايه في هذاك الدار. قالت لي ما تهضروش معايا وليت برجوازيه. اهدا اهدا حياه البرجوازي. شوف مالو مالو اخويا طاح ليا اون بان. اخويا ما طاحش ليك. اش قولي لي مريم واش هذا هو اللي تيغني ديك الاغنيه ديال الله باغي نعمر الدار باغي نعمر. اقولي شحال باش شريتي هذا؟ ها شحال باش شريتي؟ زينة انا وعطيني الثمن. هذا خصك تكون شاريها ب 6300 ريال. شحال؟ 6300 ريال. 6000 ودعي معاك من الفوق. ما خضرنيش انا. شوف شوف شوف. انت ما شريتيش شحال؟ واش سكت لك هنا ولا شنو؟ 4000 درهم. حاجه تدخل داخل تدخل. 4000 درهم؟ 4000 نصبوا عليك. علاه؟ شنو طلع عندك؟ واش انت شريتي موطور باش تهزي به رجليك؟ ودابا الكارثه العظمى هو انا عاد خرج من عند الميكانيسيان. عادخل شي من عند الميكانيسيان غير دابا. جايه في الطريق هو طيح بيا اون با. صافي الموطور عندك شي حساب. شحال درت الوقت حمزه؟ عيطت لك في التليفون شحال درت الوقت دابا؟ الوقت شي ساعه. شي ساعه. والله عرفتي السرعه ديالو الخوت شي 4300 ريال. اجي اجي دخلي دخلي. 4300 ريال السرعه الموطور في البلاصه. انا كنضحك كنضحك كنضحك. والله الا لانيش انا اقسم بالله لا نضحك بها امك. عادي شوفوا شي نوت. يا ويلي. ربي السلامه. مالو؟ هذاك كنتي غير بياس زيت ديال الشينوا كيطيح منو البياس. وليدي عليا. والله الا حرام عليك. اختي مريم والله الا الا مبروك وليني هذا. غير نسى شي حاجه سميتها الحياه السعيده. شوف خرج من عند الميكانيك دار لي ما كيضيفوليش هذا الشيء. واش قلت لك راه كدير اصبر هذا ما كيضيفوليش. شوف شوف على الضربه ديال شوف الدعاء دعاء هذا فهمتيني كتمشي على الضربه ديال المطار تيتوانس معاك في الطريق هو هذا ما كيزيدش غير ونسك هكا في الطريق ولا شي حاجه. وما صوناش عليا الخوت ما قالوا لي في الطريق. حنا قلنا راه تكون وقع لا وحنا دابا قلنا راه تكون جايه في الطوموبيل في الطوموبيل جايه في الموطور ولا هذا نعيطوا لها السيده جايه واحد شنو جايبه لا تكون شي توقع شي قالت لك انا خاصها تجي. لا لا والله الا انا قلت مريم راه جايه بشي 50 كيلومتر عرفت شي جابها. ما بغاتش شنو دابا لا تقولها ما بغاتش شنو. هذا الخوت مور مور 8 ديال الليل كيمشي يدير لاصيه كيمشي يلعب عنده عنده مبقاش مبقاش. انا كنتفكر غير داك النهار اللي قالت لينا قالت لينا راني شريت واحد الاخر ما تهضروش معايا ها وليت برجوازيه. اضرب لي على الفران. يا فران
البنات تسبراني غير بالنية. وراه لا حرام لا فرق، ما تخش حكر ليا. اشوشو نقول لك دابا ما بغيت تسنت ليا. دابا الشيكليست قال ليا الفرنج هذا مالو الفرنج؟ غاديش نسخبو لك حتى يصلح لك الديمارة، فهمتي؟ ولا نقصني واحد البيس ما داكشيش ما صاوبش الديمارة. ودابا المشكل فينا هو الفرنج فين غاتشديه؟ زدتي بعدا. ها هو الفرنج كلاسر هذيك اللي ما بقاش قلبني هذا. وهي زادت بعدا باش تشقلب الفرنج. والمهم قولي لي كي جاتكم مسعود ديالك؟ مسعود ديالك هذا هو دابا انا لقيت شي شيء هكا. قولي له باي باي. لا لا راه مسعود ديالي ما تحكيش. الله يلاه زيد 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 راماش وصافي. انا اماش بدات عندكم انا اماش. فريق توافق؟ الا مريض واش هذيك شي صاحبتك ولا شي حاجه؟ اقسم بالله لا ديالك. واش شريتي هذا الموطور؟ والله الا شريته. واش غادي تشوف الضربه ديال الضربه ديال الموطور؟ والله الا شريته بغيت تشوف الوراق. سير يا الضربه. او دي مراه سير اختي وافق عاود النظر في رجليك بعدا انت ماشي كونتاكت هذا سير عاود تكون دابا هو كونتاكت انا ماشي شكون هذا السيري اللي كتدبعوا لي هذا الشلا عليا الوضوح يلا جيش بابا سعتي هاد الصباط ديال المينيتر ديال الاخر كيجيبوا الكراس الاخر عرفتي مريم جاي يضرب هذاك الكاس كرات ديال دوك الهنود اللي كيمثلوا كيدخلوا دوك الكراس ديال التيتيس تجيب الموطور كتدخل الكراس ديال التيتيس وكتخلي الموطور كتلعب يا بدال كتلعب فوق شي باش الصوره كتقل الله يعاونك ما بغاش ينوض ما بغاش ينوض راه قلنا لك سيد راه بلي هادشي باش يعطيها الجوال ديالي ونسعي هذا الموطور غنشوف غنشوف بسم الله بسم الله هذا الموتور هذا خطير واش واش عندك شي من الميكانيك ديك ما تسال على ليسونس لا 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 هذا ما ليسونس هذا كنت نسخت درت شي شحال درتي فيه شحال درتي فيه شي قعده فيه جوج طون شحال شحال جوج طون 30 درهم 30 درهم لا شي 15 درهم وشي حاجه ما يجيش هذا 30 درهم عامر 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 فيه ليسونس باقي فيه ما فيه ليسونس هذا خوش راه هاد المهمين هادي ديال اول موطور شي عاود عاود البيع عاود الموطور اللي صاب هو هذا نجي اخر ما كاين هذا هاد مريم هادي والله العظيم بلا ما عندها حتى غرام ديال الحطيط شوف عليها البنت اقسم بالله ما ردناش شنو غديري انت بهذا الموطور هذا هاك انا قدي بلاصه بيه شدي بلاصه بيه سمعي سمعي المشاهد الاخوان اللي عنده شي 6000 ريال جامعه واحد الموطور شوفو تاري قلت يعطيني 3 درهم شي 6000 ريال الجامعه يجي ونتكلم معنا فيه ها هو ضربهم على الضرب حتى هو بغى يقول لي نعطيك شي بانيو ديال الميكا ولا كان شي واحد باغي يتزوج ها هي السيده الموطور ها شوف الكاسك ديالها سيدة هي الموطور ديالها يدخل يدخل على كل شيء سوق الموطور ويقلبوا شي دوره بين هو بين هو ويا يدير لها غير هو ليسانس ديالو راه تقام غالي راه بحال هكا شي ميستانك كيفاش وقصوها واش 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 مريم طاحت اونبان بالهدية وديك كانت جاي باغا تفتخر علينا باغا تفتخر علينا بغيتي تبان علينا تفتخر علينا ولكن اختي مريم ولا حاجه بغايا باش نجاوب بلعساكم ما كاينش خيبه امل غدا ان شاء الله نمشي عند السيكليس ونجي نبان عليهم هو المشكل ديال الدنيا ترجعي من هنا غاتدي ليا انت هي بطبيعه الحال واش غادي لك انا اول موطور مزيانه عرفتي شنو الاخوان اول موطور شي قلت عند الميكانيسيان كثر شي زاغ ضربونا هذا راه مسعود ديال انا كنطلعوا معايا البيت حدايا بيت النعاس واش شي واحد مسميه موطور مسعود وبغيت يدير طيب هضره شي وين الله لا حرام عليك وقاش شريتي شريتو دابا شي 3 ايام واش ما حد 43 حط المالي حط المالي هذا غير فاش ديما في قدامك فاش ديما راه ديما راه واه واه كلشي دابا البياس لقيتو خاون بزاف من البياس اش غديري غتمشي غتمشي عند الميكانيك قول له عافاك خدموا لي غير بما ديماري نبيعوا شي واحد اخوان علاش غتبيعوا لا لا اخوان اخوان درهم ديال البياس اللي غنعاودي اش من البياس الموطور راه مشى الاخوان اللي خاصو شي موطور باغي يبيعو يشري على راساته ها هو يجي يتعافى مع المهم خلصتو غير الصنص ديالو راه غادي تجي بيه التعافي في حياتك والله يبعد عليك هاي راه غتعطيه بهذا المزار هذا يكشف لنا يخلي لنا النمره ديالو يلا بسم الله بسم الله سير عاود عاود مزيان يلا هكا ها تنبرك مزيان ما باش ينوض
ها اول مطار تيشخر الاخوه ها مريم بعدا راه لقيت واحد الحرفه جديده مع المانيفيل مع المانيفيل لقيت واحد الحرفه جديده اللي عنده شي بستيليات يضرب بعدا يحيى تعلمت ولا ترجع عندها خفيفه يلا بسم الله يلا واش خبر فاش وقف في البيست حتى واحد من الجيران ديالكم من هنا ما جا وقف عليا قال لي اش تبغي لا سالوك يخلص قرافكم داخل الزق راسهم لا دابا ما بقاوش يعاونوا برك هاد على هذا ايه 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 مازال شنو بغا شي ديماج هاد الموتور اختي خاصو شهاده الضعف هذا 100% راكم ضربوا شي جن ولا بقى هذا هادشي شنو نقراو عليه شي اي كبير ديماري ولا الا كان خرج من عند الميكانيك هو هذاك بخير ولا خير الطاط لا قلت لا شي عين تبعث حتى لهنايا شي عين عند اخويا واحد شي عين وملي كنت كندير له امارش وشي 16 مره كتشوف فيا كيتسنى لي يدير لي امارش مع الحومه ديال البومب فاش كتهبر عليهم شي 100 عين ولا خافوك تكون درتي لها مات الجهاز شوف معك شي كلب بحال عندها باش تي داخله ولا انا الدراري نشوف حمزة فيدنا كان عندك حتى اخو هذا لا عندي غير كيف ماشي اخو هذا ولكن هذاك راه فهمتيني شوفي نديرو نوعية القرعة شي ريفوندي علاش القرعة نديرو نوعية القرعة مالك دارت باش نديرو دارت 20 درهم دارت 20 درهم سيري سيري دور الحريرة اللي دايرة الوعيد سيري دور الحريرة واش فكرة زوينة ماشي فكرة زوينة واعرة غندورو دارت غندوروها مزيان حسبي المشاهدين ديالك اللي بغاو يديروا دارت الله يرحم على والدين القرعه اجي نديروا القرعه واحد الجروب اها زوينه ولا ما زوينه الحاج غادي ماري الحاج كيف هذا الشيء دمر هذا غادي تفقيه والمشاهدين غيجمعوا لك درهم درهم اخوات جمعوا لنا درهم 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 المشاهدين ديالنا مشاو تجمعوا لك درهم درهم 100000 درهم كيتفرجوا مثلا فينا شري الميستان بلاتي كيتفرج فينا 80000 واحد غير درهم درهم ضربيها في 80000 راه 80 مليون هذيك واحد شحال راه تشري بها الرومون اسمع نديرو دارت نديرو قرعه الدانه الاولى 80000 80000 درهم 80000 درهم الخوت اللي عنده شي نركات 80 مليون يخليها ليا والله منك تجي نركات ولا الركات راه سولت عليه درت 4 المليون سحبت الركات تعقلي عليها كي زمان دايره 100000 ريال كنتي بغيتي تشري ركا؟ اه وكنتي تشري ركا ماشي كوفين شي ركا اخوة اللي عندو شي كروس هذوك ديال الاخر دير لها موطور وكنتي تقدر العادي عرفتي والله العادي عندها حمار ب 5000 ريال ولا 6000 ريال وبيع خير ودابا الطبيعة وربطيها لالا برا وما تعطي لها ليسونس لا والو لا والو الحميد حنان والله إلا حنان هاكا عارف عارف الدار عارف يدافع عليك أول أختي هذا أختي خاص كنت تدفعي الماري الأخرى يعطيك في فانيو إخوة وقاش كيدوز الماري الأخرى يدوز الماري الأخرى أختي 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 هذا تبيع يعطوك فانيو عطاك شي ما كاين شي حاجة فين هي بلاصة الديمار ها؟ لا شد الديمار قريب أنا وريك قبلت ليه كان تهدرت مريم صباحي أنا وريك تورينا وراك ديماريتي ايام الله يا ويلي شويه بعدا ايام دابا المهم شي فين معلم هكا هناك خاص يكون امرش تما خاص يكون امرش اجي اجي لقيت ليه اللعبه صار 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 ها هي البطوله ديال امرش بعد مني ولا لا اقسم بالله كيتنمر ليا هذا على المسلسل ديالي هذا كل بعد مني راه شيلو اريح لا هذا اللي كتشوف شوف هذا راه باه واحد جوج شوف شوف عاود نضرب ديال مريم نضرب علاش الهيبه الهيبه دابا نضرب عاود شي واحد الطريق يتعاملوا شي وحده لا زعما نضرب شي وحده باغي ولا لا عاد نشوف خرجت مني كيعجبو مخرجه كيعجبو الزريه دابا انا كنفكر كيفاش غادي نطلع هذا الحاج دابا غادي نعيطوا عيط للحاج كره الدراري حيت الحاج يجي يفكر شري شي والله الا فاجاتنا الصراحه مفاجاه واحده درتي ليه حتى المشاهدين كنت انتما تفاجئتو فوالا مفاجاه والله عطينا وجه والله يرحم عليك هذا غتمشي عند الميكانيك قول له الله يرحم الودن اما تقاش تقاس البنت الله يرحمها ما تقاش تقاس البنت هو غيجي له غيجي له والله يرحمها جلسوا في الغيغير غادي يغير وما فيه نفس الحركة تشوها بي الله يشوها وما فيه نفس الموطر نزلي عندوش
موتي نتي تشوش بيا وايري هاني تنتي واي مشوه بيا خاني ها الله يرحمك تهليت فيه شريت ليه زويته شريت والله العظيم الا مهليا فيها واختي مريم والله الا غنعطيك الحل النهائي ديال هذا الموضوع نيشان ثقي بي انتما تا زويته شاريه ليه زويته داك واحد الحل والله الا غادي تهناه يبو هاد الليله غدير الطوم وغتبيتيه بلا سارو تسمات وراه غادي يجي واحد غيهني دابا دابا مريم شنو ندير شنو دابا الحل انا نعيطو للحاج قبل ما تبقاو معنا خوتي الحل غادي يجي عمي لحقاش عمي دوز بزاف كيلومتر في الحياه ديالو وريني بحال هكا دابا مالا تبارك راه جاب ولا قالت لي امي قالت لي جدتي قالت لي امي زوك الله شري بحال ديال عمك عمك دار شرا الموتير شرا عالي وزوين ورويض وكبر انت شري لي داك المدكس داك القصير قالت لي ديما دير بحال ال تشابو كوز مار خواري واش الاخوان كاين شي واحد تيبغي يشري موطور كيمشي للسوق واش شري ضروبه شري معزب ولادها الموطور غادي تمشي لها لو غتشري بلا ودابا شوف ولد الحرام شحال ولا كنشيك عليه انت جات لعندك هو شواني انا مالك هي من اللي كنتسنى باش نبان عليك وندير لك ها يا ربي غيري ينوض دابا اش غيبان بغيت نبان عليك شويه كنت المهم خوتي اللي بغيت ان شاء الله ولا ترجعوا بعيد الطوموبيل هذا اللي بغى يشري اللي بغى يشري اخوان والله راه شي نعس مع 8 ديال العشيه ودير عقلو وما فيهش التسلقيط باللي ما كيخدمش مور طلاص اللي ما كيخدمش التسلقيط خاطئ موطوري المهم اخوتي لاباس ملي ديما بغات تفاجئنا ساعات تفاجئنا نيسا ساعات فاجئنا المطرب باش يعاود ديماري المهم قشبنا مع مريم شي شويه حنا اخوتي فاش على الثنيا حنا راه موالفين كان هي ديما دايره على اليسر اخوتي وين كنضحكوا معاها مع لوكا هما جايين هما جايين الله يسخر ليها وي سوفيا شو سوفيا شو الاخوان راه سبقتهم واش هادي البيكارات الحاج غنمشي شحال ندير الحشمه شلتيه شلتيه مالها فيك هذا الحاج من غرض اخويا فين ملي كدير ماشي علاش كاع ماشي علاش هاي هاي خلي شي امك باش غادي تسالي امي اذا طلع عندها وغادي تسمع لها عطفا الثانية مريم فران 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 الواد الواد لي اجي الواد الواد مريم مريم الواد الواد مريم الواد بالدرع باش ديما تقطعي حتى شويه في الواد لا لا فرحانه جي شوف راه شوف خديني هاتي الله يعرضك السلام كاسك ديالك غنمشي اسكت ولا شي حاجه انا نمشي نطلع للحاج انا غنتبعك بالطوموبيل في حاله ما اسكت ولا نجرب صافي اجيب ما تخليش يسكت جيب كاسك جيب كاسك ها هو ماشي هذاك ماشي ديالك هذاك قول سوفيا يعطيك كاسك الخوت البنات اللي عندهم الموتور ديما اختي دي معاك الهراوه بسم الله انت ها خلي لي الحاج واحد العمود واخا ماشي شي حاجه ولكن المهم البنات اختي نصيحه اخويه
ماشي كنقول لك ما تكونيش انت، كوني انت رقيقه كلشي، ولا نيكوني بوشعيب في نفس الوقت. ماشي كاسكاد عمي راه الحاج، شوف الحاج شنو بغا يقول لك. دار في ميسك شير. يلا مريم اعطيها الكاسكاد راه عندك مطرقه هنا صافي غادي. كي كنت هضر دير لي هذا انا اختي تليفوني حقه. ها ها هو راه سيري تنجيبو لك سيري. ها سيري ها سيري. شوف شوف قلب لي ساكي واش فيه. شوف شوف ساكي واش فيه التليفون. المهم تي شوف واش كاين شي فلوس. ها ما نظر ديالك هنايا صافي. احنا غادي ما انا شي واحد خليك احنا غادي نديرو في الدور طوموبيل. لا وقعت شي حاجه ولا ما الا فرانا لو باش يدي ماري صافي يلا. واش علي الضو ديما غطفي الضو هي مولفه. واش علي الضو اتشي اخويا درك اش ها موالفه كتمشي في الظلام ديما سبحان الله العظيم. هي ما عندهاش معبه خوتي وخواتاتي راني كنصور لكم غير بالتليفون. عرفتوا عرفتوا خوتي هاد مريم هادي والله العظيم الا راه زراز المحايل راه زراز المحايل ما كاينش. دار امارش وتمشى وفرحت وقلت الله غدا في حالتي لدارنا دابا. وانا نطلع العقبه هو يحبس لي في العقبه وشعلت لي العافيه للرا فين شعلت لي العافيه. دابا خوتي راه عاد عيطنا للسيد اللي كيسوق لنا ديك الكاميونيت غادي يجي باش يهزو. ايوا نطلعوا انتوا الخوت اللي زير جوج غد اللي زير جوج الفوق صح. ولا حرام عليك سميتو الاخر درتي ليه الراديو التلفازه درت ليه كلشي وتحنزرت في الاخر. الاخوان اللي كيعرفش راديو فابور اللي بغى يدير معايا القرعه نشري الطوموبيل راه من الوالدين القرعه اللي بغى يدير معاها دارت راه واحد 400 ريال جامعه بقات لي بقات لي طلع لي في الزيب شرات لها شرات لها صوص ب 800 ريال وبقات لها 400 دابا راه بغات دير دار. نزل عبد نوريهم داك الاخر اجي تشوفوا اخوتي شوفوا اخوتي شوف هذه بعدا الزيت اللي هبط كامله هذه هي الزيت اللي طيح كامله. شو كي ولات الربيضه شوف شوف عرفتي راه العافيه شعلت فيه. راه شنو داك الشيء هذا الميكانيك خرج عليه نيشان. دابا اخوتي عاد نشوفوا الحل. بشويه عليه بشويه عليه. هي هو المرايات المرايات. واش انت يا بوط خلاك من الخلا المرايات خرب الطريق خرب الطريق شري غير حولي ترضي عليك منك وعلى صافي. اللي واحد اللي واحد شكرا لله خطيك سعيد الله يرحم لك. واحد في الطريق راه ديبانات كاين معاك غنمشي حداها اخويا شاده موتوري لرحم الوالدين.